اهلا وسهلا بيكم معايا في حلقة جديدة من تلت ساعة. النهاردة هنعمل مع بعض طبقين كلنا عارفينهم ودارجين في بيوتنا. هنعمل اول حاجة الكفتة. والكفتة بما ان كل الناس ما بيحبش الكفتة، فبالتالي دايما مشترياتنا من اللحمة المفرومة بتبقى عالية جدا في البيت. النهاردة هنعمل مع بعض كفتة، بس طبعا لان احنا بنعمل تقريبا 3 4 5 مرات كفته في الشهر هنجدد في طعمها. هنعملها النهارده بزيتون اخضر. خلونا نبتدي مع بعض نشوف هنعمل الكفته بالطريقه الجديده ازاي. كالمعتاد هقول نفس الكلام لكل ست بتخش المطبخ، تقولي انت بتعملي كفته؟ احنا عملنا كفته كتير. معلش، في بنات قررت دلوقتي تخش المطبخ، في ستات متجوزة جديد ولسه بتخش المطبخ لأول مرة في حياتها، وفي رجالة غلابة عايشين لوحدهم ومش عارفين يعملوا أكل، فأكيد هنساعدهم شوية. هحط تقريبا قيمة معلقتين بقسماط، أنا جايبة نص كيلو لحمة، حط عليهم قد معلقتين بقسماط، وعايزة بصلاية صغيرة تكون بس مفرومة كويس، وعايزة قد فصين توم مفرومين برضو رفيع قوي. ودلوقتي هتبل بملح وفلفل كده. هتبل الأول بالملح، ودلوقتي هتبل بالفلفل، وكمان لسه هحط عليها حبه ايه؟ قرفه. لا مش دي القرفه اللي انا بعمله ده، هي دي القرفه. وهحط كمان على الكلام ده حبه جوزة الطيب. جوزة الطيب ما تحطيهوش كتير، احنا متفقين ان جوزة الطيب لو زادت هتنايمنا كلنا. دلوقتي عايزة اقلب الكلام ده، واحنا طبعا مش عايزين ننام، احنا عايزين نخلص الاكل بسرعة علشان نفضل اللي بعد كده. ادي هنقلب بس الكلام ده ايه مع بعضه. وعايزه اقول لكم حاجه، معلقه مش نافعه. ست البيت بتعمل ايه؟ بتستعمل ايديها كده. احلى حاجه انك تمسكي الكفته، خدي بقى ايه، شوفي مين نفسك تعجني وتعجني الكفته. في ناس كتير واحد نفسه يعجنها بصراحه، بس هنعمل ايه. ادي الكفته، هجيب طبق بس احضر. انا دلوقتي كده هصبع الكفته. انا هعمل الكفته النهارده صوابع، مش هعملها كور. عايزه تعمليها كور برضو ده يرجع لك. اوكي، حاولي تعملي صوابع الكفته قد بعضها. دايما لما تبقي بتعملي حاجه حاولي تخليها متساويه متناسقه، ما تبقاش ايه. صبع كفته، صبع. انا بحب الموضوع صبع كفته ده، مش عارفه ما تسالنيش ليه، بس يعني ليا موقف معاه.
عشان بصراحة ما ينفعش يتقال، عشان في ناس بتزعل في الموضوع ده. كده في للأسف في الشغل كنا بنشتغل، كنت بشتغل في يوم من الأيام في مكان، وكان في واحد يعني ما بيفهمش حاجة من الشغل خالص، دايما يقول لك أصل واحد بيصبع كفتة جوه. يعني كان موضوع بالنسبة لي كوميدي شوية. عشان كده كل ما افتكر موضوع، كل ما اعمل كفته وابقى قاعده بعمل صوابع كفته، افتكر الموقف الغريب ده. معلش يمكن يكون دمي تقيل شويه. ايه دي؟ انا هحضر الكفته كلها وبعد كده ايه نقليها، لان هي ما بتاخدش ايه وقت، او مش ما بتاخدش وقت، يعني التجهيز هيبقى سريع. ميدي خلوني اقول لكم ولادي بيعملوا ايه، او بالذات الصغير. انا عندي الصغير اصلا مشكله شويه، يوم ما اقول له ان احنا هنعمل كفته بيبقى عندنا فرح فرح فرح، يعني كفته كفته، وتنتهي ان هو ما بياكلش غير الكفته، مش هياكل حاجه تانية. واحيانا بينادي اخويا كفته، مش عارفه ليه. عادي كده، يبقى احنا ايه قربنا على النهاية. طريقة الكفتة بالزيتون دي بصراحة اللي قالت لي عليها واحدة صاحبتي، او اللي اضافته لي هو الزيتون. كنا بنتكلم، بقول لها بفكر اعمل بكرة كفتة كده بالوايت صوص، بالصوص الابيض، بس ما بالصوص الابيض خلاص بقى، عملنا كفته بالصوص الابيض ولحمه بالصوص الابيض وبتاع، مش عايزه تغيير. قالت لي ما تجربيها بالزيتون الاخضر. قلت لها تمام هجرب الزيتون الاخضر، هغسل ايدي بس وارجع لكم. تمام كده انا هبتدي اقلي الكفته. طبعا في العادي بنفضل ان الكفته بعد ما تتصبع تخش الثلاجه شويه علشان تمسك نفسها. لو ما عندكيش وقت مش هتقدري تشيليها في الثلاجه وتحطيها في الثلاجه شويه، تقدري تسويها على طول، بس خلي بالك ان انت ما تسيبيهاش، يعني ما تفضليش تقلبي فيها كتير. هحط واحدتين زبدة كده، هخلي الزبدة عندي عشان لو احتجت زيادة، وهحط على الزبدة زيت علشان الزيت ما يتحرقش وما يتحرقش، عشان الزبدة ما يتحرقش ما يتحرقش ما تنحرقش، يعني ممكن اقولها ب 10,000 طريقة. تمام، هحط دلوقتي الكفتة لونها حلو جدا، واتمنى ان طعمها يبقى حلو زي لونها. واتمنى كمان ان الفكره والطعم يعجبوكم وتجربوها باذن الله. كده عايزه بس اسيب مساحه لاخر واحده. تمام،
دلوقتي الكفتة هسيبها تستوي، مش عايزة اقلبها كتير علشان مش عايزة الكفتة تفك من بعضها. احنا لسه عندنا بقية مكونات، احط جزر والزيتون الاخضر علشان اديها فوائد اعلى، وبعد كده هزود الكريمة والصويا صوص علشان ندي طعم مختلف سنة. طبعا لو تحبي تغيري وتحطي نوع خضار تاني ممكن تعملي كده. حركات الشيفات دي بقى. شوفينا بس احنا ايه رأيكم؟ عبال ما الكفتة تستوي خلونا نطلع فاصل وارجع لكم.